السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. هاد احنا في سوق الثلاث الأولاد اللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية. هاد الخيرات نوريوها للجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى في المملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا عيالات ورجاله بنات ولاد، اهلا وسهلا بكم جميعا. كي تشوفوا الخيرات في الثلاث الولاد نهار 9 في شهر 11 2021، الخيرات تلحم الراس والتقليه وهذا الشيء تاع الشي او الكبده او كل واحد اش يقول. نبداو من لحم الراس ان شاء الله. مرحبا سي الزيتون. بشحال هذا لحم الراس؟ الحال برد والخيرات غادي تكون زينه. الحال برد والسلعه تزادت. تزادت اخويا. تبارك الله على صديق. انا سابق. اللي تزادت في الفول. لحم الراس دابا 700 درهم. 700 مخلط. مخلط شويه ديال الجبنه وشويه ديال الوتيس 700 درهم. واللي بغاه وحده 50 درهم. ستو بزاف. ما كاينش الزياده، حنا كنا نبيعو ب 50 درهم ملي كان رخا، ولا دابا خاصنا نزيدو. انا بعت لسان 60 درهم. اللسان والعقده. عقده من هنا هاي من الحيط. الشاق 60 درهم، و60 درهم وما كافيناش فيه. يعني السلعه تزادت دابا الزيتون. ياك. كيبدا يكسر الحال كتبدا السلعه تطلع. تطلع. 40 فرانك حتى ل 50. تقول ديرها مع مع اللوبيا مع العدس مع دايرهم. اييه بدا يتساو حيت الشح ما كتسخن للضوء. هاد السيمانه كان شويه البرد والصبر والكساق. الله يعطينا شي خيرات ديال الله سبحانه وتعالى. الزواج كرت لي 1000 ريال مخلط. مخلط 1000 ريال ب 700 مخلط. عرفتوا بوحدو ب 1000 ريال. مخلط ب 700. 700 درهم. وهاد التقليه. التقليه 20 درهم. مع شويه ديال من هنا وشويه دريه وشويه شحيمه. واللي بغاها وحده 30 درهم. وكاين شي بعض يقول لك لا ما بقيتش نبيعوا هاد الشيء التقليه بوحدها ولا هادي ولا الراس، خاصني نبيعوا مخلط. كاين تيقولوها تيقول لك فلوس علاش ما تبيعش؟ كاين اللي يقول لك لا ما يسلكناش، خاصنا نبيعوا فيه كثر تاع الشحمه وتاع هذوك الناس كيبغوا ينصبوا. حنا دابا زيد عطيني السمين نعطيك. واخا وهاد المخ شحال؟ المخ 30 درهم. باش بعتو لي تيدي تيدي الجمله. الجمال كيدي فيه 600 درهم. 600 درهم. وهذاك الطيحان شحال؟ الطيحان تقريبا الماكسيموم غيكون ب 40 درهم. باقي ما بعتيش؟ يدير الله خير. ان شاء الله كل الله يدير فيه الخير. تا هو قلتي 40 درهم تقريبا. واللي بغى الكبده والقلب. الكبده والقلب 120 درهم. واللي بغى الشي مخلط. الشي مخلط شويه كاين ديال 100 درهم وكاين 16 100. راه ما مقادش هادشي، هادشي راه ما كيتحدش، كاين من 40 درهم وطلع. من التكويحه فيها مسار الرقاق، فيها الريه، فيها الشحمه الرقيقه، فيها هادشي راه ما مقادش. وبغيتي شويه ديال الوتيس والبرق 80 درهم. وطلع راك عارف على حساب الشي، الشي زيد فلوس زيد ما زيد دقيق. زيد ما زيد دقيق كما كان صديق خويا. بغيتي الكبده والقلب بحال هكا. ثلاث ولاد هذا الرجل تيتواجد معنا وراجل معقول، وكما قلنا وفي الحوانت تيكون هذا الراجل وتيكون في السوق الاسبوعي. واخا سيدي مرحبا، تا هو راه كان معك تا هذا السيد تا هو. الله يسر لك يا سيدي. امين. كي داير هذا الراجل؟ بخير ناشط لاباس عليك؟ الله يحفظك. شكرا لك هذا الراجل تحي مشاهدين قناة الزيتون المرجان، وتحياتي ليه وتحياتي لأحباب تونق في المكان. واللي كان أول خطرة يشوف قناة الزيتون المرجان يشارك معنا في قناة الزيتون المرجان. هذا صديق تاعنا تيخدم نهار الثلاث في الثلاث الأولاد. كما تشوفوا هاد الناس تيخدموا شي حاجة تاع الجودة وتيخدموا في الحوانت كما قلنا، وشي حاجة مليحة وشي حاجة. ويخدم نهار السوق الأسبوعي بالثلاث الأولاد تيخدم في السوق، ورجالات أخرى في الحوانت شي حاجة رفيعة وشي حاجة زينة وشي حاجة تاع الجودة كما تشوفوا معنا. حتى في السوق شي حاجة رفيعة. ما بغيتش نوريكم الناس الأخرين دابا، لا بغيت نوريهم ليكم. كتبوا لي كومنتات ونوريكم الجزارة تاع السوق. تو بصح. كيما تشوفوا هذا الرجل الكبده والقلب وهذه الخيرات
تبارك الله. شحال بعتي هذا المخ؟ بعتي؟ ما وقفتش المخ نطيح. شحال؟ 370 درهم بجوج الله يكرمك. بحال 800 و600. 800 و600. وهاد الكبده بشحال هما والقلب؟ 2400. 2400 بوحدهم. بوحدهم. واللي بغى شويه الورسيس في الكبده. 100 درهم. واللي بغى الشي مخلط الدواره وكل شيء. 80 ولا 60 ولا؟ كاين دير 60 كاين دير 80 باغي شويه 80 باغي دير 60. 60 كما قال هذا صديق تاعنا كما قلنا تيخدم حتى في الثلاث الاولاد نهار السوق والايام الاخرى في الحوانت في الثلاث الاولاد فعلا في الثلاث الاولاد والخيرات تبارك الله. وبشحال بعتوا العماره؟ العماره بعتوا ربع الاف. غليظه؟ مويان ماشي غليظه. ماشي غليظه غير مويان. ما عندي ما نسالك كان هذا الراجل كما تتعرفوه راجل طيب راجل زين ما يكذبش علينا يقول لك بعتها غليظه ب 400 باش غادي. ما عندي ما نسالك صديقنا وهاد القليه 20 درهم مخلطه اللي بغاها واحده 35 ودير 30 زعما باش حيت عندي المعقول ما عنديش نبدا. هذا كما كان صديقنا في الثلاث اولاد هاد الخيرات تبارك الله كما كان 35 حرفيا. وهاد الراس؟ الراس 35 شوف 35 مخلط ووحده 51 وبحال غليته شويه. السوق غالي. السوق غالي. انت اليوم اش بان لك تبرع حبابي؟ كاين السلعه بانت ليا كاين السلعه وكاين الثمن وكاين غادي يكون عندكم الثمن انتم في الدواره. لا ماشي في الدواره تبغى غير كاين الثمن شي شويه السيمانه في الثمن شي شويه الثمن شي شويه كما تشوفوا هاد الخيرات في الثلاث اولاد باع العماره ب 4000 وهذا الراجل طلبوا الله يسهل عليه وشي حاجه زوينه. هذا الراجل شي مشاهد قناه زيتون المرجان كاينين احباب تاعنا اللي اعزاز علينا وتا حنا اعزاز عليهم وتيجيو عند السيد اللي تنصوروه تيجيو تيتقداو عندو فعلا الاحباب تاعنا تحياتي لهم قويه مالياش الحد. الله يسلك تبارك الله على السي المختار. شحال هاد الكرعينه السي المختار تبارك الله غلاظ هادو تبارك الله 50 5000 للوحده 5000 للوحده بجوجات بجوجات تبارك الله يتساهلوها يتساهلوها. هذا المختار تيعدوا الحوانت حتى في كما قلنا في ثلاث الاولاد في الحوانت تاع الجزاره عنده جزار تاع اللحم وجزار تاع الكبده والتقليه ولحم الراس كي تشوفوا معنا هنايا. الناس حريفيه ماشي عيب. كانوا هاد العمار تيبانوا لي زينين ب 50 الف فرنك ثمن مناسب ثمن مخيرين غلاط تبارك الله تيران غلاط تبارك الله لسان والعقده هذاك تبارك الله. بشحال تبيعوا في هذاك اللسان؟ 1200 تبارك الله لسان بوحده ب 1200 كما تشوفوا. كما قلنا المختار عنده الحانوت في تاع اللحم والحانوت تاع هذا الشيء تاع لحم الراس والتقليه وهاد الخيرات تبارك الله كي تشوفوا معنا في الثلاث الاولاد. وهاد التقليه بشحال بات يا سي المختار؟ 20 درهم 20 درهم 20 درهم مخلطه. واللي بغاها وحدها؟ اللي بغاها وحدها ب 30 درهم 30 درهم كما قلنا. وهاد الكبده سي 120 درهم 100 120 وحدها حلو. واللي بغاها مخلطه؟ اللي بغاها مخلطه 70 درهم. واللي بغاها الكبده وشويه الورسيس؟ 100 درهم 100 درهم. وهاد اللحم الراس بشحال؟ اللحم الراس 40 درهم 40 درهم مخلط بشويه مشوي. ووحده؟ 1000 ريال قويتي 1000 ريال والله ما قال 200 جرام كما قال هذا الصديق تاعنا في الثلاث ولاد الخيرات كي تشوفوا معنا. الله يسهل لك. هذا ابو شعيب ما بغيتش. بشحال بعتي لحم الراس؟ يلا الراس 700 زكا بلاتي زكا عاود ديكور كما قلتي. شحال بعتي لحم الراس؟ 700 وبشحال مخلط ولا بوحده؟ مخلط وبوحده شحال؟ وهاد التقلية شحال؟ التقلية 400 وبشحال وحدة؟ وحدة 600 ماشي بزاف؟ لا بزاف لا. وبشحال تبيع الشي هنا؟ الشي مخلط ولا كبدة وحدة ولا الشي مخلط؟ الشي مخلط 12 ولا بغيت شوية الورسيس والكبدة شحال؟ الورسيس 1600
واللي بغى الكبدة والقلب؟ الكبدة والقلب 2400. 2400. 2400. والكرعين بشحال بعتيهم؟ الكرعين بعت 4 في 4. 6000 ريال. 3000 3000 ريال. حيت رقاك ضروبات رقاك. بارك الله يجعل بارك. هذا اللي كان. فاداتهم ب 60000. الله يسهل لك. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.